مرحبا مرحبا والف مرحبا بكم في منطقتي ارغانا. هذه المنطقه كتمتع ناسها بزيت ارغان، كلشي كيستعمل هذا الزيت لجمال الذات وايضا للعلاج. نخليكم تكتشفوا معايا جمال هذه المنطقه. تقع أرغانا في ضواحي مدينة تارودانت، وتعتبر مركز سياحي واقتصادي بامتياز. وكيف ما يوحي الاسم ديال أرغانا، فالمنطقة معروفة بأشجار أرغان. هاد الشجرة اللي ما موجودة في حتى شي بلد آخر من غير المغرب، عطت للمنطقة سمة المنتج الأساسي ديال زيت أرغان اللي معروف بشعبيته العالمية، نظرا لفوائده الكثيرة واستعمالاته المتعددة. نشوفوا البعض منها اللي كتخص التجميل بطريقة صحية وطبيعية. ودابا من بعد ما برعتوا عويناتكم، شوفي معايا سيداتي الوصفه اللي كتعلق بالوجه اللي غادي تعطيك اشراقه ونور للبشره ديالك. غنحتاجو في هذه الوصفه زيت ارغان، زهر البرتقال، الداد، ماء ساخن، والعكر الفاسي. باش نبداو غناخذو 3 ديال المعالق ديال زيت ارغان، معلقه ديال زهر البرتقال، نضيفو ليهم 2 المعالق ديال الداد، كذلك معلقه ديال الماء الساخن، واخيرا راس معلقه ديال العكر الفاسي. نخلطو مزيان هذه الوصفه باش تعطينا عجين دسم. هاد الوصفه نوضعوها على الوجه ديالنا كل صباح لمده 40 دقيقه. من بعد ما تغسلي الوجه ديالك سيداتي، حاولي ما تعرضيش لاشعه الشمس طيله النهار. الحمد لله فيك عمري ما نفرط فيك. انا متاكده بلي هاد الوصفات اللي قدمت لكم غادي يعجبوكم، جربوهم وردوا لي الخبر. السلام عليكم. تاوس، اجمل واحسن ما في الطبيعه.